هاي المحاضرة راح نتكلم عن الوورد، هذا التطبيق المهم في المايكروسوفت اوفيس. نروح الايقونة مالته هنا بالديسكتوب، نسوي عليها دبل كليك ونفتحها ونتفرج على الامكانات اللي ممكن نستفيد منها بالطباعة باستخدام الوورد. نشوف الكرسر مالتنا فادي في أعلى الصفحة، خل نكتب على سبيل المثال نيو يير، هذه الكتابة اللي كتبناها الآن بسايز مقداره 11. إذا أردنا نغير السايز مالتي نجرب سيلكشن ونغير السايز إلى الرقم اللي نريده، مثلا 16. اللون ممكن نغيره ايضا الى مثلا اللون الاخضر، وايضا الخلفية ممكن نغيرها من هالمكان بولد، ممكن نخليه بسمك اكثر، ونتحكم ب المكان اللي موجود في الكتابة سواء كانت بالمنتصف أو على جهة اليمين أو على جهة اليسار. الآن على سبيل المثال بعد ما كتبنا كتابات كثيرة بريد أنقل فد كلمة معينة، مثلا عندي في التقرير من 3 صفحات أو أكثر، خلينا نقول مثلا على سبيل المثال الآن خلي الإنتر يفتح لك، استمر بالإنتر، اضغط على الإنتر إلى أن تفتح لك الصفحتين 3، وهاي الصفحات 3 خلينا نكتب لنا فالكلمة هنا خلينا نقول مثلا على سبيل المثال start أو start، هذا ال start نريد نوصل لها. احنا موجودين في الصفحة الأولى، ما نعرف هي وين موجودة بيا صفحة أو بأي مكان بهاي الصفحة، شلون نوصل لها؟ نوصل لها عن طريق الفايند، كليك على الفاين ونكتب الكلمة اللي نريدها أو التايتل اللي نريده، ستار هنا كتبناها، وصلنا لها مباشرة مكانها بيا صفحية بالصفحة الثالثة. احنا كنا ما نعرف هي بيا صفحة مثلا وكنا بالصفحة الأولى ولقيناها. عندنا مجموعة من الأدوات أيضا مفيدة، على سبيل المثال كملت هذا السطر، أريد أنزل إلى السطر الأسفل مالته وأكتب جمل أخرى، مثلا على سبيل المثال الكندي كورج، هذا السطر يبعد عن هذا السطر ببعد مناسب للسايز 16. لو اريد اغير بهذا البعد اختارهم واجي هنا الى هذا الايكون واغيرهم الى مثلا 1، او اذا اريد ازيد التباعد اغيرهم الى 3 او 2.5 او البعد اللي اريده، فمثلا غيرتهم الى 1 وهذا هو اللاين الواحد في السايز 16.
إذا عندي مجموعة من البارن جرافس على سبيل المثال، هذا بارن جراف آخر، نكتب fill شنو البارن جرافس؟ هي ما بعد الانتر، يعني البارن جراف هنا شلون راح يظهر لنا؟ خلينا نسوي كليك على هذه، كل مكان ضغطنا بي انتر راح يشكل لنا بارن جراف للكتابة. الفارغة هنا صحيح بها انتر، لكن هي تعتبر فارغة. اذا اردنا نرقم الان ترقم البارن جرافس في كتابات، على سبيل المثال اريد اعطيها ارقام فرقمت البارن جرافس بها كتابات اللي هي بها هذا العلامة مال انتر، تعزلها عن البارن جراف الاخر. الان على سبيل المثال اريد اكتب جملة معينة، خلينا نقول first year is a good stage. وهذا اخذ له كوبي كنترول سي او من هذا المكان بعد سيلكشن. الان اسوي له بيست، اسوي له بيست مره اخرى واستمر بالبيست عندي عده صفحات، خلينا نقول 3 صفحات سوي لك. بقية الصفحات اغلقها سوي لها سلكشن وديليت حتى نغلق. بقت عندي فقط هذا ايضا ديليت حتى هذه تكون. بقت عندي فقط 3 صفحات، هاي الـ3 صفحات اريد اتعامل وياها الان بشكل، تعرفون شلون تتعاملون مع الوورد لتكوين الشكل المناسب للورقة مالتك. فعلى سبيل المثال اريد الورقة بشكل، اروح الى البيج لاي اوت، اذا المارجنز اللي هي الحدود الورقة غير مناسبة، مثلا اريد اكبرها او اريد اقللها، اروح وين الى المارجنز، واذا اختار الان هي نورمال، اذا اريد اختار مثلا وايد ايش راح يصير؟ راح المارجن تكبر والكتابة تقل داخل الصفحة، نشوف عدد الصفحات زاد المستخدمة مقابل شنو؟ المارجنز كبيرة من اليمين واليسار ومن الأعلى ومن الأسفل، صارت كبيرة جدا. لو بالعكس أريد أقلل المارجنز إلى نرو تكون صغيرة جدا مثل الآن، فصحيح عندي 3 أوراق لكن الورقة الثالثة شبه قلل منعتها كثير. وبعض الأحيان تكون عندنا أوراق المارجنز اريد نحددها بيها
بشكل غير قياسي من هذه القياسات المعطاة، وإنما قياس إحنا بنعطيه المارجنز. فنروح إلى custom margins، وهنا راح نحدد على سبيل المثال 1 سنتيمتر بكل اتجاه، أو خلينا نقول 2 سنتيمتر بكل اتجاه. راح تكتب انت هنا 2 وهنا 2، ونقول له اوكي. نلاحظ حددنا 2 سنتيمتر بكل اتجاه، وهكذا بالنسبة لي. لو خليته كبير جدا فراح نلاحظ انه راح الاوراق شوية يزيد عددها، لانه كمية الكتابة داخل الصفحة تقل بزيادة حجم المارجن. الان نروح الى الاورينتيشن، اللي هو شنو معناه انه اذا الورقة مالتي بالعرض او الكتابة فيها بالعرض او بالطول. الاورينتيشن هو يحدد لي في اللاندسكيب راح تكون الكتابة شنو بالعرض وليس بالطول، فزاد عدد الصفحات. ليش؟ لانه هي بالعرض تكون شنو اصغر. إذا من بورتغيت راح نرجع إلى الشكل الاعتيادي للصفحة، إنه بشكل الكتابة بها بشكل بالطول وليس بالعرض. السايز في كثير من الأحيان نطبع داخل أوراق غير قياسية، السايز مالتها غير قياسي، فلازم نحدده للطابعة منا السايز مالتها. حتى شنو؟ حتى الطابعة راح من راح تتحسس هذه الأوراق ما ترفضها، لأنه السايز مالتها معطى من عن طريق الوقت. فعلى سبيل المثال إذا عندي أني الآن سايز A4 وحولت الى A3، فال A3 لازم اعطي الحجم مالتها عن طريق، تلاحظون 2 A3 كافية ان الكتابة السابقة تحتويها اللي كانت تحتويها 3 صفحات من ال A4. فاذا ال A3 هي ورقة كبيرة، وممكن الاوراق حددها بالشكل اللي أريده عن طريق more paper size. هنا لو مثلا أريد أحدد أني السايز مال ورقة، على سبيل المثال عندي أوراق صغيرة جدا والسايز مالتها غير قياسي، أخذتها بالمسطرة فعرفت إنه هو بالعرض عبارة عن 12 وبالطول هو عبارة عن على سبيل المثال 20، وأقول له أوكي، فصار عندي عدد الأوراق 5 على نفس الكمية من الكتابة. ليش؟ لأنه أنا حددت سعر صغير للورقة، أنا اختاريته لأنه هذه الأوراق غير قياسية اللي حددتها، وإنما أني اختاريتها عن طريق رحت إلى السايز وقلت له more paper size. الآن إذا رجع الأوبشن السابق اللي هو الـ A4 راح ترجع مثل ما كانت عبارة عن 3 أوراق. في كثير من الأحيان نشوف انه الكتابة مالتنا خاصة بالجرائد والمجلات تكون على شكل اعمدة. فشلون نحقق هذه الاعمدة؟ نروح منها الى columns ونضع مثلا 2 columns، فنشوف
بعد ان اعطينا تو كولومز البار جرافس مالتي تم احتوائها داخل هذه التو. بيتس ليش؟ لانه عندي عمودين والبار جرافس مالتي عبارة عن جمل صغيرة تم بسهولة احتوائها عن طريق صفحتين فقط من حددت العمل فصارت عندي مرتب. الآن أقدر أحدد أيضا more columns يعني مثلا 3 أو أحدد العدد اللي أريده من الكولومز بهذا number of columns. على سبيل المثال إذا حددتهم مثلا 4 أكتبهم هنا 4 وأقول له أوكي. نلاحظ تحولنا شنو إلى 4 columns، رجع مثل ما كان عدد الكولومز هو 1 ورجعنا إلى البيج عبارة عن شنو؟ عبارة عن 3 بيجز. في بعض الأحيان خاصة إذا عندي يعني كتابة ما أريد أن تستنسخ أو تكون يعني بدون البيرميشن مالتي يتم تداولها، فهذه الكتابة مثلا على سبيل المثال خلينا نقول مجزمة، فشو أسوي لها حتى يصعب استنساخها بدون ما تطلع بها هذه العلامة؟ هذه العلامة هي عبارة عن الووتر مارك، فأختارها هنا بأشكال مختلفة بشكل هنا دونت كوبي مثلا راح تكون على شكل هذا اللي واضح أمامكم بلون رصاصي خفيف يصعب التخلص منها في الصفحات في كلها دونت كوبي هذه الصفحات، وأقدر أتحكم بهذه الووتر ماركس وبألوانها وأغير فيها كوستم ووتر مارك. أقدر أغير بدل الدونت كوبي مثلا أكتب فيرست يير وأعطي اللون بدل الرصاصي مثلا على سبيل المثال برتقالي خفيف وأقول لا أوكي. ونلاحظ تحولت الووتر مارك إلى الفيس يير بدل الدون كوبي وبلون برتقالي. الورقة نفسها أيضا ممكن أقدر أغير لونها من البيج كلر، لكن ما أنصح أن تختارون ألوان غامقة لأنه أنا راح يخلص عبر الطابعة، فاختاروا ألوان خفيفة إذا أردتوا تغيرون لون يعني مثلا رصاصة خفيف إذا أردتوا تغيرون ألوان الأوراق مالتكم. وعندي أيضا إطار للورقة ممكن أسويه هو عن طريق البوردرز. بالبوردرز أختار بوردرز مختلفة لأوراقي، فمنا أقدر أختار على شكل خطوط، وهذا الخطوط أقدر أتحكم بالسايز مالتي أسوي بسمك كبير هذا يعطيني شكل مالتي شلون راح تكون. إذا قلت له أوكي صارت بهالشكل هذا، أو أقدر حتى رسومات تكون بوردرز منها من الأرض أختار إذا رسومات مختلفة مثلا هذه النجوم وأقول له أوكي.